Welcome, Lara. I'm in Lara's world. Sorry, I'm sorry to give you نفسي بأي مدة. أنا بس بصور بلايف. بس النهاردة لازم أصور بنفسي عشان ده هيكون أحسن فيديو شفتوه. أنا النهاردة أعمل لكم درام رول. Unboxing للعرايس. طبعاً آخر unboxing أنت شفتوه. كان يعني الانبوكسنج للال بتاعي وكان ده اول انبوكسنج ليا. انا كنت بقول انبوكسنج للعروسه من كام شهر بس فيديو باص ما نزلتوش. بس اهو عندي ده عندي دي ودي دول اللي هعملهم انبوكسنج النهارده. جميل جدا. اوكي جايز قبل ما نبدا انا اقول لكم العرايس دي شارياها منين. يعني انا جايباها من التميمي فرع الخبر. هو محل كده بيبيع اكل وكده بيبيع برضو العاب. قسم العاب بيجيبوا عرايس جميله وماما اشتريت منهم بقى 3 دول. بابايا جابهم لي بمناسبه هديه العيد. طبعا هو هينزل مثلا ساعه واحده او حاجه فمش هيتحسب اللي يعني اللي هو العيد مش العيد خلاص بس هو بقى دي هديه العيد بتاعتي. يلا نفتح العرايس. اول واحده هنفتحها هي دي اللي هي اللابسه جولد. هنفتحها معاكم. اوكي دلوقتي احنا هنشيل اللزق بتاعها. اللزق هنا على جنب. دي بقى عملنا كده بتاعت باليه بقى او كده عشان لابسه جميل كده زي الباليرينا. سوري للسلام طهقكم بس بشيل اللزق. شلته الحمد لله. دلوقتي هفتح اللعيبة. صعب شوية. فتحت العلبة اوبس في لزق كمان ملزوم من الناحية عشان قفلنا بقى الاخر. هفتح شيل اللزق وارجع. اوكي جايز بدل ما انا ضيعت وقت في الفيديو انا هجيب الماس. اهو ده المقص بتاعي. اجيب العروسه واقص الجوانب. سوري انا ضيعت منكم مده كبيره. سوري للازعاج. نقص نفتح بقى ونشوف الكيوت. واو اموره جدا. هي مقفولة بس انا هقصها بالمقص عشان تاكل. ومن هنا كده خلاص قصيت. يلا نشيل ايه هي برضه لسه مشبوكة. هقصها كده. خدوا بالكوا عشان الفستان ميتكسرش. شعرة ممسوك بحاجة عشان ما يبص. احنا بسم الله هنطلعه عشان الشعرة بدل ما نبوظ شعرها على الفاضي. انا هجيب مقص بالي بس عشان ما ابوظ شعرها. او ممكن كده او تقول لي حاجة ممسوكة. واو جميلة جدا. وتفتح رجليها. تبص تفتح رجليها وتقفلها. شعرها ناعم جدا جدا جميل قوي. هوصف لكم بقى العروسه. هي شعرها اصفر وعامله الستايل ده لو كده حابه نتنين. جميله جدا وعليها ازرق وبقها بينك ولابسه فستان جولد جميل جدا ويلمع من هنا. هو ده فيه
جميلة جدا. والشوز بتاعتها لونها بينك، هسميها مع كود. طبعا شفتوا الباربي بتاعتي باي دايما تكون مش حلوة كده، بس دي بقى هخليها باربي، هسميها باربي عشان هي شعرها زي باربي وشكلها زي باربي الأصلية. انا هسمي دي باربي. باربي هتروح هنا، ودي العروسة التانية جميلة جدا. يلا نقصها. انا طبعا شفتوني بقالي كتير ما عملتش مشتريات عشان مشتريتش حاجة عشان كورونا فيروس، بس انا اعتبر دول مشتريات شهر مايو. What I bought in May نعتبرها كده. اوكي دلوقتي نشتري العلبة كده، ايه ده، ايه اللي مشبوكة فيه ده؟ شبك، شعرها في حاجة مشبوكة كده. استني بص من غير ما نقص شعرها. خير فول. لا انا بقص شعرها وانا بعمل هنا، دي لسه جديدة. استني شوف اتصرف معايا، بقالي مدة مشتريتش عروسة جميلة. قريب جدا هتشوفوني بعمل انبوكسينج ده عرايس جميلة كده زي دي. استنى في حاجة مشبوكة فيها كده، دي جميلة جدا، دي ممكن تبقى واحدة من صحاب باربي. لسه هفكر لها في اسمي. دي لسه مفكرتلهاش في اسم، بس هقول لكم فيديو من دلوقتي انا هسميها ايه. هي زي نفس حكايه باربي كده، تفتح رجليها على الاخر وتقفلها كده زي باربي. هي يعني ازرق وبينك برضه، بس الفرق شعرها بني جميل جدا حبيبي، نعم قوي. ولابسه فستان ازرق بينا كده، والبين زي بعض بس دي جولد ودي ازرق، وهنا بيلمع في يوم كزرق. اوكي دي كده العروسة التانية، ولابسة شوز بينك زي بتاعت باربي بالظبط. استنى ثانية. اوكي انا كده عرفت العروسة باربي، ودي مش باربي اصليين، هي ماركة اسمها ان ليلي اسمها كده. ودي اخر واحدة هفتحها، دي مختلفة. دي هذا العلب مكتوب هنا مكتوب من ورا بالي دريم، لكن هنا دي عادية اللي فاشن ما هي دي عادية. دي من دول بقى كانوا بالرينا كده يعني بالي. تعالي يا باربي ادخلي مع صاحبتك حبيبتك. دلوقتي انا هفتح اخر عروسة، هي دي. انا اعتبرها مشتريات شهر ماي يعني شهر جاي جون هيكون حر جدا. ستة شهر ستة يونيو. بتكلم عن شهور ليه؟ هنفتح كده يلا. أمورة جدا، هنقص رجليها كده من تحت ان شاء الله قريب جدا لما الكورونا يخلص هنشوف انبوكسينج كتير معايا، علشان انا اشتريت عرايس كتير. دلوقتي ممسكه بلاستيك كده تفتحوه كده، وفي خياطة كده هتتفك. دي بقى مختلفة، انا لسه مفكرتلهاش في الاسم. تفتح رجليها على الاخر وتقفلها زي بقية العرايس. كواليتي جميلة جدا، خدوا بالكم
كل العرايس كواليتي حلوه. دي بقى يعني زرقاء وأهل أم بينك برضه حاطة روج بينك وهما الاتنين دول عاملين حبة نازلين في شعرهم، لكن الفرق بقى دي عاملة بوني تيل شعرها جميلة ولابسة فستان أحمر عليه نقط بيضة وسيلفر هنا جميل قوي وشوز بينك. دلوقتي احنا هننتهي الفيديو. دول عرايسي بقى، متنسوش تشتروها من تميمي فرع الخبر السعودية، بيبيعوا عرايس جميلة جدا ان هما دول. اوكي هنتهي الفيديو، متنسوش تعمل لايك شير سبسكرايب. باي على عرايس، قولوا باي باي.